أكون أم وأب ومعيلة للعائلة، وأثبت قدرتي ومسؤوليتي بالمجتمع. اشتغلت بعديد من المجالات، يعني شيء شغل يعني مو شرط أنه يعني كان شغل خاص، وبعدها جينا على الإدارة الذاتية، وبعدها عن قسم المنظمات التطوعية، يعني أكثر من مجال. آخر شيء يعني ركزت على مجال واحد، إني أتعلم على اللابتوب، وصرت مدخلة بيانات. لما أول ما اشتغلت كانت نظرة المجتمع، يعني بهذاك الوقت كانت نظرة المجتمع حيل قاسية، والكل حاربني أنه أنت ما تشتغلين، أنت أرملة، وين بديش تتركين ولدك، وحتى من الأهل يعني. فما كان حدا معي أنه مشجعني ولا هاي. أثبت لهم أن المرأة لا تقدر، المرأة قادرة تشتغل وتعين وتربي وتكون مسؤولة ذاتها وعائلتها. طبعا بعد النجاح زاد ثقة أهلي بيني، زادت ثقة الناس اللي حوالي لي، نفسهم كانوا معارضين على شغلي. المرأة بالمجتمع هي اللي تقدر تثبت وجودها طبعا واستمرارها. هدفي يعني أطور من حالي، أكون بالفعل قادرة على إعانة أهلي وولادي، وأكون أثبت وجودي، ونفس الوقت أقدر أنه أحقق نجاح أكبر. أحب أوجه رسالة لكل امرأة، كوني ثقتي بنفسي يعني صارت عالية. بنفس الوقت أتمنى من كل امرأة أن تكون ثقتها بنفسها قوية، وكل امرأة تقدر، هي تقدر وتكون قادرة تحقق أي حلم، هي اللي تقدر تحقق نجاحها. فلا تتردد وتقول أني ما أقدر وأني ضعيفة.